الكويت بلد العطاء والإنسانية، جل اهتمامها على تقديم المساعدات الإنسانية ومد يد العون للمحتاجين بعيدا عن المحددات الجغرافية والعقائدية، وانطلاقا من قناعتها بأهمية الشراكة الدولية. الشراكة قوة واستدامة، وهذا ليس على غريب على دولة الكويت أن تحتضن مثل هذه الملتقيات التي هي أساسها قوة وشراكة الاستدامة للعمل الإنساني، وكيف لا. وأصبح سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح هو قائد العمل الإنساني، ودولة الكويت هي مركزا للعمل الإنساني، وبالتالي تحرص الحكومة والقيادة السياسية قبل الحكومة باحتضان كل ما من شأنه أن يدعم العمل الخيري والعمل الإنساني. الشراكة قوة واستدامة هو شعار الملتقى الدولي للعمل الإنساني، الذي يهدف لتعزيز مفهوم الشراكة لدى مؤسسات العمل الإنساني بمشاركة المؤسسات الإنسانية الإسلامية مع المنظمات المحلية والإقليمية. الكويت معروفة مركز العمل الإنساني على مستوى العالم، يعني بتكريم من الأمم المتحدة، وتم السنة هذه الحمد لله استضافة هذا الملتقى. الملتقى يضم أكثر من 20 دولة على مستوى العالم، يضم أكثر من 60 مؤسسة إنسانية على مستوى العالم، سواء كانت محلية أو إقليمية أو عربية أو دولية. المؤسسات كلهم يلتقون في هذا الملتقى لعنوان مهم جدا، هو عنوان الشراكة قوة واستدامة. هذا الملتقى بالأصل هو يعني يهتم في قضايا الإنسانية البحتة، يعني بالقضايا يعني يتكلم عن كيف حماية العاملين في المجال الخيري والإيقاثي بصفة خاصة، كيف أنه يكون لهم وصول آمن لأماكن النزاع، كيف التعامل، كيف التصرف، يعني هو متعلق الحقيقة في القضايا الإنسانية. الملتقى يقر وثائق ويوثق خبرات باعتباره كيان له شخصية دولية، ويمثله أعضاؤه في حوارات ومنتديات دولية، ومع التشجيع على الإيداعات والمبادرات الإنسانية. حسن المطيري، تلفزيون دولة الكويت.